نتفرج الجميع ما يحصل من تحشيد عشائري ضد عشيرة البوعجيل، وهذا الذي يحصل كله خطأ في خطأ. راح داعش وتاريخه البائس، وبدأنا نشحن شحن طائفي لنتقاتل بيننا. من يقبل هذا الشيء؟ هل معقولة انه احنا نتصل بينا مروتنا انه احنا نتقاتل كعشائر بسبب حالة واضحة من شخص ساء لشخص؟ الاخ هيثم الزهوان سرب احد اخوانه ابناء قبيلته بصمة بها اساءة الجسم اجبارا. هذه الاساءة غير مقبولة، طبعا غير مقبولة، وعلى الجميع ان يذهب الى هيثم ويقول له هذا الصواب وهذا الصحيح. عندما خرج الاخ مروان اجبارا في حديث باحد التجمعات امام دولة رئيس الوزراء وذكر فلكة البوعجيل، اعتقد بالازم ان نواياه سليمة وصادقة، ولن حقيقة يعني يذكر فيها عشيرة، بل حديث عابر اراد ان يتدرج ويتسلسل في توضيح قضية في ذلك الوقت في هذه المناسبة. يعني سمعوها الاخوة البوعجيل، البوعجيل تشمئز من هذا الاسم لانه ما يقبلون ينسب إليهم اسم داعش. داعش ما ينتمي العشيرة أبدا أبدا، لا البوعجيل ولا لأي عشيرة أخرى. أنا أريد أسأل أهم الإجبارة، من هو الذي خطف عمي ناجي إجبارة؟ ومن هو الذي أتى إلى المجلس وداهم المجلس وقتل أبو خالد عبد الله إجبارة؟ ومن هو الذي قتل أمية إجبارة؟ ومن هو الذي قتل معاوية الإجبارة؟ ومن هو الذي أتى بانتحاري إلى الحجاج وأصبحت مجزرة؟ هذا الإرهاب أخوان. أحنا هم أجي أقول أنا عشيرة المشاهدة كلهم مزينين؟ لا، بيها سيئين مثل ما بعشيرة الجبور أكو سيئين. فالقضية هذه قضية سهلة بسيطة جدا، ما يصير نحشد ضد عشيرة ونجي هذول إرهابيين ما يرهم نسمح لشبابنا. من قلت أنا البوعجيل خط أحمر، نفس الشيء أقول خزرج خط أحمر من أحد يتهمهم بالإرهاب أو يسيء لهم أو النساءهم والشبابهم والشيابهم والرجالهم، ما يرهم هذا اللي يصير أبدا. لا تسمحوا للسياسيين يدخلون بياناتكم، هذه سويست، هذه القضية سويست، وأنا أعرف السياسيين وراء هذه القضية. العالم لا تظل تصير مغفلين أبدا لأهواء ناس مفلسة بالسياسة. قضية واضحة عين الوضوح، ذاكية يعني وضوح الشمس، مبين منه المخطئ. وأنا أقول أخويا هيثم مخطئ وصديقي وابن قائمتي وابن حزبي، أخطأ في البصمة، لكن الخطأ الكبير أنه أنت تتهم عشيرة وهي البوعجيل، وقلت البوعجيل خط أحمر اليوم وباكر وبعد باكر أقول البوعجيل خط أحمر، هاي عشيرة. ما يصير أنا أجي كل العشيرة أظلمها وأجي أتهمها بقضايا إرهاب، أبدا أبدا ما عندهم إرهاب ولا العشائر الأخرى عندها. هذا الإرهاب سببه سياسات دولة، واليوم السياسيين اللي عايشين بدمكم ويثردون بدمكم أم يريد يفتنوكم. أجبار عائلة مضحية وأجبار عائلة بطلة وعائلة صامدة، مثل عشائر العلم كلها من أقصاها لأقصاها، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها. والعشائر الأخرى أيضا في صلاح الدين، صلاح الدين عشيرة واحدة. العقلاء يجب أن يفهموا أن صلاح الدين عشيرة واحدة وما يقبلون هذا اللي جاي يصير. ما يرام احنا أنت أختك وأنت أمك وأنت أبوك وشيخك، هذا مو صحيح أبدا مو صحيح. تلملمون القضية ونعول على الجبارة نفسهم أنه هذا الخطأ أكو قضاء واروح قاضي اللي ساء عليه. احنا ضد الإساءة وذكرناها، واليوم ايضا ما نقبل الإساءة. ما يرام اخوان، ما يرام يريد يسحبونا الى قتال داخلي. راحت داعش نجي نتقاتل بيناتنا، شلون تقبلوها؟ شلون يقبلها المنطق والعقل؟ ما نقبل ولا راح نقبل ابد. انا من اقول الصحيح يصير يوجع الاخرين واللي وراهم سياسيين. هسه ابو عمرو صار عليه خطأ، شنو دخل منشآن مثلا؟
شنو دخل قتيبة الجبوري؟ شنو دخل جاسم العطية؟ شنو دخل خميس الخنجر والآخرين؟ لو ما أكو منافع سياسية بهاي المشكلة على حساب قتال العالم ما كفاهم الدم اللي راح والتكبير اللي صار. يجون اليوم بعد ما صار عندنا أمن بدماء شهدائنا يجون يريدون يعبثون مقدرات العشائر، هذا مرفوض اليوم مباشر وبعد باكر. تزعل عشيرتي ترضى، أنا مو بن عشيرة، أنا بن صلاح الدين مثلي مثل الآخرين. فأخوان أنا والله مو ضد جبارة ولا ضد العلم، أنا ضد أنه أي عشيرة تتهم العشيرة الأخرى ونروح إلى ملف له بداية وما له نهاية. وهذه فتنة، وفتنة يعني حقيقة كارثية. ما يرهم. أدعو أخي الشيخ خميس وعقلاء العلم وكذلك عقلاء البوعجيل أن نلملم هذه المشكلة ونطفئ نارها، لأن النار إذا سعرت راح تأكل منا الكثير وراح نندم وما ينفع الندم.